السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أقول لكم من كم من يوم طرت علي حياد مايه، كنا سارين رحلة علاج في جنيف. المستشفى اسمه مستشفى جونيليه هوسبيتال، يبعد من جنيف أظني 45 دقيقة في واحدة ضواحي جنيف في سويسرا. وظاهرين عقب ما خلصت حياة ماية العلاج الطبيعي وهذا، ونحن سارين أمشيها يعني عقب العملية، العلاج الطبيعي المكثف اللي داخل المستشفى غير عن العلاج الطبيعي اللي في المستشفيات مالت العلاج الطبيعي روحا. المهم في أطراف المستشفى في القرى اللي مجاورة للمستشفى يبيعون مشمش وخوخ وما أدري أشياء طازة، ولأن حرمة ما تبيع المشمش، تبيع الشو الصلام حياة ماي الله يغفر لها على الويلتشير، وندزها في الويلتشير ويانا البسكارة. المهم ولأنها أقول لكم عربان، هب عربان شيء مثل العربة، ولأن حرمة بيضة متكتكة سويسرية تبيع، أقول لكم ما بالبيدان، ما تبيع المشمش، تبيع بيدان مال المشمش اللي هو هذا. شفتوا حبة الميز أكبر عن حبة الميز، ودو وطازة وهش وما لذ، تكسر وتبيع وتكسر وتبيع، وكل حد يجي عندها تبيع بالقويطيات شي خرسانات وعليهن ثلج يتراوالي مصففة ملبب وزاهب هالنمونة زين، وعليه ثلج سيرات ثلج، وتبيع على السائر والياي ولذيذ. شفت طعم الحيب، شرات طعم الحيب، لكن هذاك عاد على بيدام ولذيذ ما شيلت. أنا تم في خاطري من هاي السنين، دوم يطري علي، دوم يطري علي وين بيجيب منه، وين بيجيب بيدام اليوز، هب اليوز مال المشمش، وين بيجيب. يوم عد الله يحفظكم من كم يوم حرمة ابراهيم مهندس منهل، سايرة عند أهلها هناك سوريا، قلت له خبرها، خفت انه ما يخبرها او ينسى يتحرى موضوع يهين. نشيت روحي والله ودقيت لها، قالت يما من عيوني، قلت لها ايش علي، ما كنت مصدق والله. ونشيت ويابت لي، واليوم طالت اعماركم من صباح الله خير، وانا تقرض منه حتى ما نزلت وصلاح حاشر الدنيا. تعال تعال، ها هاي غريشته الشرب خير، ترى ما بيعبها كثير، وبعد ما روم اظلمها جابت يعني كمية زوينة يعني، ولا حد يطلبني لأني ما بعطي حد. شكرا، اليوم بسير دبي، تراني نسيت أخبركم غداي هناك إن شاء الله. يا حشرة محتشر إنها صلاح، حشرة محتشر صلاح. السلام عليكم، Good morning مستر صلاح، How are you my brother؟ زعلان؟ شو هذي خالد؟ وشي خصك شو هذا؟ متعني مصر ما شاء الله يا الرطبان، تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على كامل النور. هذا الله يحفظكم، كل إنتاج مدينة محمد بن زايد، المدينة المبروكة هذه، هالأرض هالأرض الطيبة، هبل ليوة والعين وغياثي وباجي البقع، أهم بقعة هي بقعتنا نحلين، أبوي يمدح السوق من ربح فيه هي. نعم أخلاص رقم واحد، اللهم لك الحمد، كل زين وكل فنان، والسكري سكري والخنيزي ولا بقلة الطوعة وعنبرة والحمد لك الحمد. تفضل من شو شو صلاح، شو شو يريد الحين، شو يريد صلاح؟ أنا أقول تروح مع دلمامول كار ضروري الحين بدل طاير، يلا توكل على الله. بسم الله. أنا بسير وياك، يلا بسيارتك تودوني أنا بسياركم؟ إيه. وإبراهيم بسير ويانا ولا بتيلس؟ أنا وياك بسيارة. سيارتك أنت؟ أيوة. أحسن أحسن. شو الحين؟ صلاح صلاح شو تريد الحين أنت؟ معانته. نسيت سيارة واحدة ولا سيارتين ولا ما بي واحد، أعطيهم يأخذون بكرتي أنا وخلاف بأخذ عنها. شو يبون يأخذ تواير حق سيارة صلاح، كم هن التواير؟ الحين بشوف سيلي كلم معي هناك، أنا كلم هو يقول 7500، الحين في ثاني دكان شوف كم. لا لا سير المكان، زح زح هي
هذا الرطب حق ام خالد. اي حق متى؟ اي يوم؟ يوم الخميس ولا يوم الجمعه؟ يوم الجمعه اللي بيخرفه يخلي كلبي يودي صلاح الشارجه. زين زين صلاح يوم الجمعه جمعة له الخميس. الخميس ولا الجمعة؟ رسالك على بر انت. ما ادري انا ما ادري. انت المعذب، انت الارباب، اسد الارباب. انت متى تبصير؟ هو يقول هي والله ان شاء الله. الخميس الصبح ماشي مشكلة. بغيت الخميس الصبح، خميس العصر، متى انت بتتغدى انت خالد؟ زيارة سرية ما تبي احد يعرف؟ خلاص شكرا. يلا فهمنا السالفه. جسم يا جماعه الخير، يا شباب اربعه خالد، خالد القصاب، صلاح ما يبي حد يعرف انه هو بي عند خالد يوم الخميس اظني او يوم الجمعه. الحين هاي زياره سريه وغير معلنه. صلاح تبي حد يدري ولا ما حد يدري؟ ما اعرف. اي يقول ما يبي حد حتى يعرف انه بيصير دبي الشارجه. تعال ايه صلاح صلاح ايه هذا يحتين بشيله ابوي، يحتين بشيله، هذا مصيبه، يحتين بشيله. شو اقول الحين؟ متى بتصيروا انتوا الشارجه؟ اول مره الخميس، ما عليه الحين بنبدل الخميس ولا الجمعه؟ لا يوم الجمعه الصبح. يوم الجمعه الصبح؟ لا حي خبرنا، بتصير الصبح ولا المغرب؟ لا الصبح ضروري، بعدين ارجع ما ينوم صلاح. زين خلاص، اذا ما في نوم لازم نروح صبح مغرب يريد ارجع بس خلاص. تصيرون الصبح؟ اي مشكله. يا ركال على الشحم يا صلاح، توكل على الله. بتودوا رطب؟ اي ودوا رطب. وين تبون ودوا انتم جسمو اليوم؟ صلاح 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 حبه تصير البطاقه. يلا قوموا الحين يا سيار. ها بدل ما ترجع ان شاء الله اليوم يعني؟ إيه؟ اليوم بسير دبي الحين. نسيت. اي بتغدى في دبي. نسيت. انزين بتغدى في دبي وبي. يلا وصلت المبروك، وصلت المبروك. حاضر اشرب شاي. مشكلة. اشرب شاي. اشرب شاي؟ شكرا شكرا. ان شاء الله. هي نعم. هذا الكرت وعندك. سيروا خذ التاير وبتعطيني البيزات. لا لا. لا؟ لا يا. شو؟ امال هذا كلام. شو عيال؟ اي. هذا سلف سلف ترجع انا لاني مستعجل ما بسير وياك البقى دي بالكرت. زين زين يا رك الله. زين صلاح الحين تاخذون التواير اللي يكون، لا تاخذون تقليد، خذوا شيء من الطيب. زين مره مال الوكاله، خذوا تصير مال الوكاله، تصير وكاله ما على هواك، طالعوا شيء زين وخذوه. بغيت من الوكاله ولا غير الوكاله، المهم وكال معتمد. صلاح انت سير وياه خاتم. يا ركال على الشحب. صراحة يجيب فلوسي خلاف أطالبك إياهن. بتقول ما قلت لك ترقد عليه أنت غادي لوتي. ها وين أنا تسير يا ضرورة؟ جسمي هي وين تبي؟ ها عليكم السلام. إيش عندك؟ شو تريد؟ شنطة مريض والله. يلا عليك هاكل جسمه. يلا هذا في واحد مهل في مالطير بس ودوا الحمد. أوكي صديق ملا يا اي بارك الله فيك عناية. تعال ايه السلام عليكم. بعد بعد هاي النظرة الشريرة. السلام عليكم، شو اخبار؟ كله زين؟ شكرا رطب، كله نمبر ون. شكرا شامبي، شغل برا نمبر ون. ايه رقم واحد هذا، كل شيء لازم هذا نمونه. بعدين تسوي كاميرا، يسوي تصوير حق نفرات، تسوي لك دعاء مبارك الله في شامبي. شكرا. المهم ليش نزلت لكم الصورة هاي؟ هاي الصورة يا يبوي عابرة برور وشطوط ومحيطات وانهار ويبال وقارات لين وصلتني المراد. ابوي نقضت يروح قديمة المراد. الله يحفظكم. الصورة هذه من مجلة أظني في السبعينات أو في أوائل الثمانينات، هاي اللقطة هذه ما يدري مكتوب على التاريخ الصورة ولا لا. القطعة اللي من جريدة الاتحاد، جريدة الاتحاد اللي هي المتحدث الرسمي، جريدة الاتحاد اللي هي ما
من أوائل الجرائد اللي العالم تعشقها، كان وما زال لا يخلو بيت من جريدة الاتحاد. سمعت طيبة، والله يحفظ إن شاء الله كتابها وصحفينها واللي قائمين عليها واللي محافظين على هذا المستوى من أوائل اللي من أول ما أنشأت إلى هاليوم هذا، وتبارك الرحمن محافظة على نفس المستوى، محافظة على نفس طريقة الناس اللي فيها وطريقة التوزيع، ما شاء الله كانت وما زالت مستمرة إلى أبعد نطاق، في السفارات عند الطلبة وين ما تصير تلقط جريدة الاتحاد، ما شاء الله مغطي جميع أنحاء الكرة الأرضية، سواء كان أونلاين أو عبر الرابط أو في التوزيع اليومي في الحقائب الدبلوماسية اللي تتوزع، لأن هالجرائد الأول جرائد حتى قراطيس الأوراق، الورق اللي يستعملون حق الجرائد ورق ولايتي، ما عول هناك السنين نهاية السنين لين يومكم هذا، وهم ما شاء الله محافظات على رونقهم وقويات ومتداولات موجودات، شيء جرائد ناس عندهم أبوية أكثر من 30 35 37 سنة لين اليوم. أتذكر واحد والله من قوم بنيين الأول عندنا في مدينة زايد، يا حجرته ما شاء الله جرائد مال من أول ما أنشأت الجريدة لين يومكم هذا، يصفهن هاي فوق هاي، ميودات عنده، أظني توفى الله يغفر له، ما يندر الورث ايش سووا بهن الجرائد هاي، اليوم بيومه مأرشفنهن وحاطنهن والله هاي فوق هاي، سبحان الله العالم الله الورث ايش سووا. المهم ما بهذا موضوعنا، المهم الموضوع اللي فيه قصاصة الجريدة الاتحاد، فحواه ان الايام هاي كانوا ابتدوا يوزعون ياي القص، تحيدوا الاولي يلقص من يلقص يجي التثمين ويصرفون تعويضات. المهم هالبنوك بنكين مارو مطريهن عاده، منهم ابوي هاي واحد منهم نفد العين ما تشوفه والثاني بعده باجي. المهم مدر البنوك ولا مدر البنوك والموظفين يحوطون في الفرجان عند المسايد يتريون منو المواطنين، سلام عليكم، هايون عاد ببدل ومسابيح وحالة تملى الله السلام، عارف شيء حد منهم والله بعد ما مسلمين عند ويه المسيدي تريون اللوادم، أبوي ظهر لك معاوضة وهالكيت هالكثر مليون، ننصحكم تحطونهم في بنكة، البنك ماله بنكة، شو بعد بنكة البنك ماله، عاد يقول شو عاد الإغراءات مضرب دهن عود مضرب دهن عود، زين حق كل واحد عند بيت يعطون مضرب دهن عود ويقولون له يوم بيبون خلاص بيوقعون لنا يودون الأوراق البلدية ان انتوا يا البلدية حولوا البيزات جدا الحساب الفلاني في البنك الفلاني، فلان هذا فتح حساب عندنا، يعطون مضرب دهن عود. شو الجملة عاد المأثورة اللي باب رايب انساها، تريد ربا ولا ما تريد ربا، تريد فلوس حرام؟ يقول حق الرجال لا والله بي ما نبي فلوس حرام، نشون عادي تيوتون على البيزات، البيزات الراس المال يتمن والربا ياكلها الراعي البنك، ما يقولوا يعني فوائد ولا هاي ما ادري شو يسمونهن ربا، والرجال تواظهر من المسيد قال لا والله ما اريد ربا، رات اللي يقول حق اللادمي تبي تموت لا والله ما اريد اموت، يظهروا عند المسايد يقول ها بنفتح لكم حساب بات المعاوضة تنزلوا في الحساب هذا، يوقع عاد الريال، من يوقع الريال، ريال ولا حرمة، ها تبى فلوس حرام تبى ربا، زاغ الريال لا والله أنا ظاهر بيت الله أبوي ما بربا، وقع إنك ما تبى ربا متنازل أنت عن الفوائد، ما قالوا فوائد ربا، زاغ فقارة هالأول وبس، وكلها كان في بطونهم. فتذكرت حين يوم جت القصاصة بغيت أخبركم والحمد لله تعدت الأوضاع، وبشيركم وليين فقارة يزيقون من الربا والفوائد والأشياء هذه، الحمد لله رب العالمين الدنيا بخير، الدنيا بخير دام فيها الخير، الدنيا بخير دام فيها الناس الطيب اللي تتكلم الكلام الطيب اللي تتكلم الكلام الجيد اللي تسعى في الخير اللي تساعد العرب اللي تساعد المسلمين اللي فيهم مخوفة من الله وقلبهم فيه إشعاع نور فيه من جابر الشخص هذا أو ذكره أنت يكهاله من الراحة والطمأنينة ان تشوف ناس بحط يعني معنات الدنيا طيبه والدنيا بعدها الحمد لله مجبله بخير على امه محمد اجمعين. اللهم لك الحمد حاليا
جميع البنوك بدون استثناء، جميع البنوك بدون استثناء يعني معاملتهم جميلة ومميزة وسلسين. الأول صعوبة والأول درقعة وصدعة وديانة، لكن سبحان الله يعني الحمد لله قوانين الدولة والحكومة ضمنت حقوق كل إنسان، فلذلك رب العالمين ميسر الأمور والناس أبويه الحمد لله حين خير سهار. أول نحن مثلا من الناس اللي حصلوا معوض ثلاث وديات ظهر المعوض لنا نحن. أول بادي ظهر المعوض قالوا 1,200,000، ظهر 1,200,000، زاغت العرب من هالملايين بارا في جيل يا رب ارحم، لأن ما شيء شرط أنه يبنون وما المهم اللي خد سيائير اللي سافر اللي لا 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 أنزين وخاف تم تبوي البيوت مكانها، لازم تنهد البيوت وتستوي إزالة. استخبروا الشيوخ الله يغفر لهم حياد زايد وظهر أمر اللي عطوه 1,000,000، لكن حين عطوه نفس الرقم هذا اللي عطوه قبل وصرفوا له 1,200,000 مرة ثانية، لكن شريطة أن ما يستلم البيزات، لازم ينبنى بيت في الأرض الفلانية اللي عطته إياها الحكومة. ظهر الأمر الثاني أنك أنت ما تبني إلا عن طريق البلدية أو الأشغال، كانت هاك الأيام دائرة الأشغال انزين، وتموا هم اللي يقطرون على المغاول لين يبني بنت الوادم. ما كان في القانون هاك الأيام أنك تبني على 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 قيس البيزات اللي عندك، فكم المشاريع مثلا يكلف 1,700,000 أو 1,500,000، لكن التعويض 1,200,000، فتمت بيوت الوادم واجبة. استخبر حياد زايد على الجنة، استخبر حياد زايد وقال أبوي يصرفوا لهم بعد معوض مرة ثالثة. هل مدينة زايد وبارهوز أظني بس إلا نحن هاي هالفئتين أتوقع العلم عند الله، عقب أظني هالمحارب وهالبريج الهوامل والقزان ودائرة المياه والخالدية خلاف أظني عطوهم على وديتين فقط، بارهوز ومدينة زايد لأنهم أول المناطق اللي تعرضت بيوتهم للإزالة. طلع التعويض الثالث، التعويض الثالث لكن يتكمل البيت واللي يزيد ما حد يصكه لين يصيرون ويفرشون ويتحولون وتدخل الكهرباء. عقب أبوي اللي باجي كلنا أبوي بصرة، هاي أبوي من عند حياد زايد عوض ثالث سموه عوض زايد يعليه الجنة، ينشون الله يطول بعقب. عقب ما تحولوا عادة كلنا رها على عمره، طاحت العرب بالمرسدسات ومها ثلاث تسيات ثلاث كراسي، وطاح الكابرس والكادلك قنت الوادم يا ليل يا ليل يا ليل. الأول كدلك حب لونه نبيذي والقمارة بيضة، يلت حر موت يلت لازم هاي طلبة زار. الله عشنا عيشة ما حد عايشنها، اللهم لك الحمد. حسب شي قلنا لكم والله يا شايفين العذج بمة شبعانين، اللهم لك الحمد. حسب شي أبوكم يوم الحين يقولون الوادم والله أنتوا غير، أكيد غير أكيد غير، الله أرهى على حكومتنا وحكومتنا أرهت علينا، ما آزم الشيء عند الحكومة وخلت الوادم تبودها تتفتفت ما عندها قوت يومها. لا حكومتنا اللهم لك الحمد من أول ما حكموا لين يومكم هذا أرهى أبوي على العباد وعلى البلاد وعلى الشعب، فلذلك اللهم لك الحمد تشوف الإماراتي في أي بلد يكون حال حال إمبراطور، امبراطور حال حال امبراطور، اللهم لك الحمد. والله ابوكم عايشين عيشه ما حد عاشه، ولا حبي عيشه ولا بكفو حد يسوي اللي سووه ولات امورنا. نعم هذا خذوه كلام بلي ما من اليوم، هب اليوم حين استوى الرها، الرها هذا يوم الشده هب البارح واليوم، هذا الرخاء الرخاء اللي نحن فيه مرخي علينا ابوي حكامنا من يوم الدنيا دنيا. والله يا ابوكم يا شيء يعرف وشيء ما يعرف، الا دمي ما يعاد ابوي الا ريوس عليه الجيب، ريوس على سيارته الجيب وانشله ابوي وين؟ قال جاي انكم مقصر الشيوخ، مير جاي ابوي مقصر الشيوخ، القهاوي قطمت ثلاث اربع قطمات قهوه لعيوش التيار بيت حياه عمير بن يوسف يجسم كلها ابوي التيار بالاخص حياه عمير بن يوسف
يخطفون يجسمون وقت الرطب وقت القهوة وقت الدنيا يخطفون زين يخطفون ابوي يجسمون على العرب قطم القهوة والعيوش والسحوح والرطبان والدبس كل هذا في حب الله. فلذلك سبحان الله كان وما زال، انا اتكلم عن الناس اللي انا اعرفهم، الناس العشيرية، الناس العاديين، ما اتكلم عن التجار واللي عندهم الملايين، لا، الناس العادية اللي مثلنا وشروانة. والله يا ابوكم لين اليوم ولين بكرة ان يت ذبيحة استوت في البيت، 10 يستوون في البيت، 15 يستوون في البيت في مطابق البيوت، نعم بيوت الناس العشيرية ما حد يطبخ في مطابخ ومطاعم إلا كان يعني اتطورة ولا شياته. لكن أنا اللي أعرفهم 70 أو 80 أو 75% ما حد يطلب من مطابخ، أنا واحد منهم روحي. والله يا أبوك ما طلبت من استويت لين يومكم هذا أكل من مطعم، إن كانت ذبيحة أنا وربعي اللي أعرفهم هالي تسمعوه بهم وسير عليهم ويسيرون علي واشوفهم ويشوفون بدون ذكر اسامي هالين اليوم ولين بكره كلها بيوتهم ابوي. شوف اول ما يبنون البيوت اول ما يهتمون في المطابخ، تلقط المطبخ ابوي 12 متر في 6 امتار او 12 امتار في 5، تلقط المطبخ يربع فيه الخيال شمنه كل مواهيبهم وضيفهم في بيوتهم. مرايل كل مريال ابوي باربع حلق وست حلق وثلاث حلق، صفاري الكبار حوار بيطبخونه في البيت، جدرين ثلاثة هريس في البيت لين اليوم ولين بكره. الحمد لله عايشين في خير من الله خلقنا. حياه زايد ارهى على الناس كلها ما ودوا الشيء، فلذلك الشعب عايش بخير وسهاله. اللهم لك الحمد وادفع الشر والبلاء واجعله ان شاء الله في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. بعد الكذالك تشكيل الهروت مع حجة السوق قم تمشي غدم، بعد الكذالك وتشكيل الهروت مع حجة السوق قم تمشي غدم. يا موجة الشيء من بعد العدم. هذا عمار ساوث، نحن نبوي في هالمكان، نحن الله يحفظكم في اعمار الجنوب، في اعمار شو الجنوب وعمار اعمار عمار يا اعمار ما يبالي كلام دوم قال لكم اي شيء هنان بظهر لكم اي شيء بصوره وبخبركم عنه وبطري لكم عن علومه وبخبركم عن كل كبيره وصغيره بما يخص المشاريع اللي قابلتنها الشركات الكبيرة مثل اعمار. انا اي شيء زين ومميز وموجود عندهم لازم اخبركم عنه، بصير وبتعنى وبصور برسم الخدمة من عيني. حاضرين عمار يا دبي، عمار يا دار الحي، وهذه اعمار الجنوب ساوث اعمار. ما يبالي كلام، يا سلام سلم يا سلام. هذا بما يختص وصولنا للمكان هذا اللي نحن فيه، هذا روحه ابوي مكان اللي نحن جايينه روحه فيلم. الفيلم الثاني اللي انتم ما تدروا به وين بنتغدى غدانا اليوم، هذا روحه عاد مفاجأة، شيء طبيعي يعني ما في مطعم، يعني اليوم غدانا ما في مطعم على فكرة، في مكان فنان غير نموذج ان شاء الله انه بتكون يعني بنجري رمسة وحديث وكلام مميز مع الجماعة اللي نحن بنتغدى عندهم. بس بغيت عاد أخبركم عن هالموضوع وارويكم هالمكان الفنان اللي هو اعمار الجنوب، وهذا الأخ العزيز ابننا الكبير أبو إبراهيم مهندس منهل. تعالوا قبل ما يجي وليد الزرعوني أبو خالد ييت أبوي عند هالفنانة. جوي من موظفات شركة إعمار العقارية، فلذلك أي حد تلقطونه في إعمار تلقطونه على طول سمايل. إيه ما شاء الله عليها، فنانة يو آر نمبر 1.
ثانك يو ما شاء الله تبارك الرحمن. واتس يور نيم؟ جويس. جويس. اف ات ليدي ذي كول ات جويس، اف ات مان جوي. جويل. جويل مان. جويس ليدي. ليدي. ماتش. Where do you come from? Kenya. Kenya. Nairobi. ما شاء الله. إن شاء الله I will visit your country very soon. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عمار, do they have anything there in Nairobi? In Nairobi, no. But إن شاء الله. إن شاء الله. الله الله فينا عمار أبو يصيروا نيروبي بلادهم بلاد طيبين وناس أخيار محجراتهم. نبي شيء أبوي هناك في نيروبي يا أبو راشد. تيملوا ابوي شركة اعمار. نحن ابوي وصلنا هالشوروم، الشوروم الكبير اللي ما شيء كبره. بلاد بلاد بلاد. هذا اللي يميز شركة اعمار، كل شيء تول، كل شيء ضخم، كل شيء كبير، كل شيء بالعظمة، كل شيء يجي فنان، ما يجي شيء بسيط. يعني الشوروم هذا ما يندرى كم متر بمتر طوله عرضه، كبر كبر ثلاث بيوت شعبيات مشوشات ضربة. بلاد من كبره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء طبيعي أنا مع الأخ العزيز الفاضل. شيء على شيء طبيعي إني صورت على غفلة، لا هود ولا هدب ما عليه. حيا الله أبو محمد. كيف حالك؟ الله يحفظك. كيف أنت؟ الله يسلمك طول العمر. الله يحفظك. تعرفنا عن نفسك مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. حاضر. وليد الزرعوني، خبير عقاري معتمد، صار لي في هذا المجال من 12 سنة، من 2007. نعم. معتمد من دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة تنظيم العقاري في دبي، ومعتمد عند أكثر من 70 مطور عقاري. زين. البارحة شو في دائرة الأراضي والأملاك؟ شو كنت تسوي؟ عندي مبايعة. بعد؟ إيه نعم الحمد لله خلصت البيعة. زادك ظاهر تضحك. الله يسلمك. قبل همشة. الله يسلمك من خيرك طال عمرك. خالد نحن وين؟ نحن حاليا موجودين في مكتب إعمار الجنوب في منطقة دبي الجنوب. شو يعني إعمار الجنوب وشو دبي الجنوب؟ شو هذا دبي يعني؟ الجنوب هي المنطقة اللي بيكون فيها إن شاء الله أكبر مطار في العالم، مطار آل مكتوم. نعم. وموقع إكسبو 2020 هنا بيكون فيها إن شاء الله مشروع إعمار الجنوب اللي هي عبارة عن فلل وعبارة عن شقق. بس اليوم بنتكلم عن الفلل اللي طرحتها إعمار. نعم. من يومين ما شاء الله. يعني وين موجودات هاي لو حين أراضي؟ لا هي حاليا أراضي. نعم. بس في نموذج للأربع غرف. نعم. نصور النموذج وبنتكلم عن الأسعار عن طريقة الدفع لهذه الفلل. وين الحين هذا؟ هذا شو الحين هذا المجسم كامل؟ هذا المجسم كامل، مجسم إعمار الجنوب هذا اللي تابع لشركة إعمار. كم مساحته هذا كله؟ هذا بلاد. بلاد. نعم. بلاد كامل. نعم. نعم. إعمار طرحت الحين هاي البقعة 298 فيلا، ثلاث غرف وأربع غرف نوم. نعم. الأسعار تبدأ للثلاث غرف من 1,070,000، والأربع غرف تبدأ أسعارها من 1,480,000 درهم. نعم. طريقة الدفع جدا سهلة، 5% دفعة أولى. نعم. و5% بعد شهر. نعم. وعقبها 1.5% شهريا إلى شهر 8/2024، والاستلام في شهر 8/2022. يعني دفعاتك مستمرة سنتين عقب الاستلام. يعني تستلم، يعني هاي شيء مميز هذا. طبعًا. ما تستوى عندهم موقع وشركة من عند إعمار. يا سلام. طريقة الدفع سهلة ومميزة. قالت شو اللي موجود حاليا؟ حاليا شو اللي موجود ارض الواقع؟ انا اشوف بنيان في هالموقع والطرف هذاك شيء فلل. فلل. نعم. شو الحين اللي موجود الحين؟ اولا ابو خالد، الحين هالمشروع اللي تترمسون عنه هذا هالبلوك، البلوك هذا. هي. هذا عباره عن 298 فيلا. انزين. هذا بعد مبزه ما شيء من زاهد. انزين. جاهز بيكون، بيجهز المشروع هذا في شهر 8/2022. انزين. شو اللي جاهز الحين؟ تسليم نهاية السنة هذا البلوك. آه. تمام. نحن هذا الناس خذوه خلاص الحين. خذوه خلاص خلاص. مبتاع. هي نعم. هي نعم. آه. شو الخدمات اللي موجودة في إعمار الجنوب؟ أول شيء ملاعب جولف. نعم. مثل ما تشوف هاي ملاعب الجولف. هاي. نعم. تمام. وعندك الله يسلمك مدارس ومستشفيات ومحلات تجارية، كل الخدمات الرئيسية موجودة في مشروع إعمار الجنوب. كل الخدمات اللي يحتاجها اي شخص سواء كان مستثمر او كان ما ساكن. شو احجام الفلل؟ الفلل الحين هاي الموجودات اللي انتم بتسوقون لهم هذه. هي نعم. هذا شو احجامهم؟ ثلاث غرف مع غرفه خدامه واربع غرف مع غرفه خدامه. شيء نموذج الحين لاربع غرف بنروح نصوره حسب. طبعا
عشان الناس تشوف على أرض الواقع. يلا وكلنا على الله. والنعم بالله. أول مجسم، مش مجسم، هاي فلة على فكرة، فلة بوي، هذا البارك مالها مال سيارتين، وهذا المدخل. الفلة هذه عبارة عن أربع غرف نوم، غرفة خادمة خارجية، شيء مدخلين للفلة، مدخل للحوي، وهذا المدخل الرئيسي، يعني من الطبيلة من الباركن أتي توجه سيارك، هذا المدخل الرئيسي مال الفلة. تدخل هذا على ما تشوفها، هيك هذا منور مكشوف على بعضه الأولي والثاني. أول ما تدخل هيك الله يعزكم حمام الضيوف، حمام الضيوف، وهذا عبارة مكتب، مكتب صغيروني. هذا يكريمين غرفة الخدامة، غرفة على ما قالوا هالكويت مشكنمة، بحمامها بغرفة ملابسها روحها. هذا ما قلنا لكم، هذا أول ما تدخل البيت عليك اليسار، ما تدخل هذا بالمقسم اللي يظهرك على القسم العلوي، وهذا اليسار اللي صورنا لكم إياه توا المكتب، زين. وهذه الصالة، المطبخ تقسيمه كامل، ها على ما تشوفون هذا كله قدامك، وهاي الصالة ها مكشوفة على الحوي، كاشفة، كاشف الحوي، وهذا اللي تشوفون الحوي خارج كامل، تقدر تسوي حديقة، تقدر تسوي اللي تباه انت في خاطرك، مساحة كبيرة وجميلة. منور اللي وين قلت لكم ساعة وين دخلنا، هذا مدخل الفلة، وهاي غرفة ماستر، هاي غرفة، وهاي تروح على خاري، هاي الطبيلة وين وين موقف سيائر، هاي الطبيلة، هذا وين الشوروم مالهم. الطبيلة هاي الواحد يقدر يستغلها، يقدر يسوي حديقة علوية خفيفة، يحط عليها اللي هو على هو. فلذلك هاي غرفة كبتاتها ودنياها. اللي فوق الله يسلمكم ثلاث غرف، واللي تحت غرفة، ها هذا حمام بعد من غير كامل، وهاي ماستر روم، غرفة ملابسه كبتاته، ها على ما تشوفون ما في الحاضر مدح. وهذا أنا ما شاء الله علي من الحمام الله يعزكم، وهاي غرفة النوم بلاد، طولها طول وعرضها عرض، لا بحجيرات ولا شيات، ها وهاي بلكونة، بلكونة مفتوحة بعد على القسم الثاني بنرويكم يا حين، والاطلاله مثل ما تشوفون اكيد بتكون هاي مشاريع كبيره. ها هاي الفلل الجاهزه اللي قلنا لكم، هاي نهايه السنه، هاي اللي علينا، هاي الفلل الجاهزات، يعني ما في مقطعه ولا بروحكم، في مكان حيوي، في بنايات وفي مولات وفي اشياء وايد، ما يبال اي كلام. وهذا مهندس منهل، السلام عليكم. خالد، امس وانا في دائره الاراضي والاملاك في دبي، نعم، يقولوا هذا مو موسم سيزن للشراء، موسم الشراء، ما افتهمت شو يعني موسم للشراء. طال عمرك اليوم افضل وقت للشراء، الاسعار نازله، نعم، والمطورين مسوين تسهيلات في الدفع والعروض وايد، فالواحد يستغل الفرصه هذه ويشتري دائما الاسعار مثل ما قلت لك نازله، وانه في تسهيلات في الدفع، متى ما السوق انتعش ما في تسهيلات والأسعار بتكون مرتفعة، فالواحد يستغل الفرصة ويشتري الحين. مثل ما قالكم أبو خالد، الوقت موالم للبيع والمشترى حاليا وللاستثمار. هاي الغرفة الثانية مثل ما قلنا لكم، وهي البلكونة المشتركة بين الغرفة العيال اللي هي هذه، ها حليه مسوي ناموسية زين، والماستر روم، هاي الماستر روم شيء بينهن وبين الغرفة الثانية، بلكونة مشتركة، يعني المجموع الله يحفظكم أربع غرف نوم، غرفة تحت وثلاث غرف وثلاث غرف فوق. هذه مثل مرة ثانية نعيد نخبركم، هاي هي الماستر روم، وهاي هي غرفة العيال، وهاي الغرفة الثانية حق البنت اللي ما شاء الله يعني حرمة، حرمة يعني حرمة، بنت 17 15 بنتكم هني، هاي واحدة منهن، وهاي بنت الثاني، هالعائلة اللي بياخذون المكان هذا ما الله رزقهم إلا بنتين، بنتين من حرمة وحدة، والله رزقها بنات هنتين، سوت فحوصات فقيرة وكل شيء، لكن أبوي قالوا لها ما فيك أولاد، لا أنت ولا ريلك، رب العالمين إن شاء الله بيرزقكم الأولاد من إن شاء الله من بنات بناتكم. قالوا إن شاء الله بيصبر أبوي على الحرمة وهي بتصبر على الريل، والدنيا بدرجة.
في شيء تلقطه مش موجود الا في اعمار. شوف الفينيشينج، شوف تلاحظ الفينيشينج، ما تلقط ولا عقد ولا فلفوصة ولا بثرة ولا شيء. الدنيا تحرم القوطة بقطنة، الفينيشينج مالهم ما تلقط فيه ولا غلطة تحرى. هذا اللي خدم عروج من هذا، هذا أبويا ما تقص السكين إلا من قوة نصابها، قوة نصابها الشركة قوية، فلذلك تلقط الفينيشينج أقوى ما يكون من الإصرار اللي قائمين على إنجاز هالمباني، لأن يسوون الشيء كأنه لهم، ما بكأنه حق بيع ولا مشترى ولا استثمار، لا كأنه الشركة اللي خدمه بضمير خدمة إعمار. الله يحفظ إعمار واللي قائمين عليها. أقولكم اللي بحط لكم الحين بوستين، هاي المالات الثلاث غرف نوم ومالات الأربع غرف نوم، للي الهراد وعنده اهتمام في أنه يعرف الأسعار وطريقة التسديد، طريقة السداد وطريقة والأسعار للأربع غرف وللثلاث غرف. هذا المقادرون، هذا مطار آل مكتوم، أكبر مطار في الكون في الدنيا العودة، لا تقول محب ما قال لكم، أكبر مطار في العالم موجود أبوي في إمارة دبي الحبيبة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدينة الحالمة، المدينة اللي فيها من شرق الأرض ومغربها كل الزين وكل شيء فنان فيك انت يا ابوكم يا دبي. هذا ابو المطار المكتوم، الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ امه محمد اجمعين، يحفظ كل مسلم. ليش وش اللي يجيبني دوم عند ابو خالد وليد الزرعوني؟ شو السبب؟ شو اللي دوم يخليني هيله بيس ما يخطف شهر ما اسير ويا علي؟ اولا انسان صافي قلبه نظيف، ينصح كل انسان حتى لو ما بتاخذ من عنده اي شيء، نصح لو بتاخذ شرق الارض ومغربها، بتاخذ اي عقار في الدنيا، مجرد استشاراته ببلاش في حب الله. حسب شي تشوفون وجهه ما شاء الله يتصالك شمنه من خدمة العرب، يقضي حواج اللوادم، ما بلازم كل مقابل بيزات بيزات بيزات، يسوي الشيء في حب الله. الله يرحم والديه، والدي من ربوه ما قصر في كل انسان عن طريقي انا سأل عن اي مشروع حتى لو ما بهو لي مسؤول عنه، يفيدهم بكل ما هو جيد ويزاه الله كل خير. كل الناس اللي اشتروا من عنده والناس اللي تعاملوا وياه والناس حتى اللي تعاملوا وياه ما بعن طريقي كل يشكر عليه وعلى أخلاقه وعلى صدقه وعلى سلاسة معاملته وكيف يعني يمشي أمور المستثمرين واللي يبون يشترون بأسهل الطرق بطريقة سلسة وجميلة ومميزة. هذا اللي تشوفونه هذا أبو استورات نون، الاستورات مالات نون ها، ساتول 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 ساتول، عمار يا دبي، عمار يا عمار، نون نون وما يصنعون النون. هذا يقول لك مسوي النون، ها نون هو اللي مسوي النون، كثر ابوي الدنيا اخيرهم كثر الدنيا ما تنقص اولها من اخر مساء، ونحن نمشي الحين هذا استور رقم ثلاثة ونحن نمشي بسيئة بعد وانت ساير ابو كلها بخاخيرهم. الاستورات مالات نوم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بلاد بلاد بلاد. قولوا امين يا علب وما يبيع لهم، قولوا امين. البيع والمشترى كموقع، نحن نتكلم كموقع، نحن ما يخصنا بالمواقع اللي خاصه في البلادين اللي من غير، نحن يخصنا بوي في الموقع اللي يدعم اقتصاد دولتنا ونون امارات السعوديه، ما يبالي كلام. وليه من قوة أبوي قوة اقتصادات الإمارات والسعودية سلمت أنا وناكتي، إيش علي من رفاقتي، إيش علينا أبوي من شرق ومن الغرب، الباجين علم بدعة الرحمن، لكن كمواقع ومواقع وتطبيق لا والله يعني ما يبيعون حتى بأربعانات. ودنا أبوي البيع والمشترى كله عن طريق جنون. ليش؟ لأن أبوي هم سلسين سريعين
أرخص أوثق وأأمن ويضخب في اقتصاد حكوماتنا اللي هي بين السعودية والإمارات، المملكة العربية السعودية بالفم المليان والإمارات. نعم ما يبالك كلام. شو السبب استمراريتي مع وليد الزرعوني وزير وليد الزرعوني؟ حتى لو ما بيبايعك بينصحك، بغيت في البلاد الفلانية ينصحك، بغيت في المشروع الفلاني حتى لو ما بمجاله ما في مكانه ما لخصه في هالمشروع بينصحك، في أي إمارة ثانية بينصحك بينعتك وبيخبرك مستشار عقاري في منتهى الروعة وخدوم، يخدم الناس كلها، يخدم وحتى الإنسان اللي يبقى مشورة يبقى شور ما يقصر في حد، يزاه لك الخير. كل إنسان تعامل وياه حرام يعني يطرشولي على الخاص كلام ما شيء كثر عنه، يزاهم الله خير ويزاه الله خير، من جدم الحسنات يستوفي اليمايل، هذا كلام مفروغ منه. عشر وديات حينه يتهنى، هاي عاشر زيارة أنا وعاشر تغطية أغطيها لمنو؟ لبخارد وليد الزرعوني. لو أنه مستفيد هو ما زقرني، ولو أنه متابعين ما استفادوا ما كتبوا لي على الخاص وأثنوا وشكروا عليه. أكيد أنا لو شفت أي توجه والله أنه ما بييه أصلا، أكيد أنا مستفيد والمتابع مستفيد وهو مستفيد. نعم هذا يطلق عليه العمل المتكامل، متكامل ومتجانس وموافج، ما بأسعار خيالية وكل ترتيبه زين، وما يقبض إلا الشيء المميز، المشاريع المميزة عنده. مثل ما تشوف حطيت لكم بوست، هيلي ريحان، هيلي ريحان روتانا في العين من الخميس ليل السبت، الخميس والجمعة والسبت ليلتين وثلاثة أيام. وليد الزرعوني بيكون أبوي في الزرعوني بيكون متواجد أبوي في العين في هيلي ريحان روتانا في العين، وبيعطيكم أبوي العلوم والنصائح الاقتصادية والاستشارات المجانية برسم الخدمة. هادو ها مثل ما تشوفون، والله الله ترى الرجال خدوم، واللي تبونه في الشوفة وفي الأمر يعلك تسلم، يعلك تسلم ثلاثة أيام بليلتين. بتبات هناك عند أمه ولا بتصير بتضوي؟ ما شاء الله ما أقول عنك شيء، يا سعد حظك كانك بتبات في العين. وين يا بنا أنت حينه؟ الحين مكتب دبي الجنوب هي. نشوف المخطط الكامل لمنطقة دبي الجنوب. نحن في وين الحين هذا المبنى؟ شو مبنى دبي الجنوب؟ هذه حال بنايات كلها دبي الجنوب. بارك الرحمن ابني، أقول لكم المبنى هذا دخلناه شيء، شوف البهو هذا بالله عليكم، يا سلام سلم، يا سلام سلم. ها 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 دخلنا الاستقبال، هذا المكان اللي تونا دخلنا فيه، دخلنا منه، هذا عم تشوفون مكاتب ما ادري شو، اشياء جميله. السلام عليكم. ابو خالد منو هالريال؟ هذا راشد الضبيعي. هي عمر. مرحبا مرحبا ابو عمر، السلام عليك. ايش حالك؟ الله يحفظك. كيف انت؟ شو قابض هني ابو عمر؟ انا كيا اكاونت. شو يعني الحسابات الرئيسيه المهمه؟ هاي يسمونه كيا كي اكاونت. كي اكاونت تحريت مو كيه؟ لا لا ما لا لا صار بالي على هالاسم مال صيد السمك. كياكي كيكي ما يسمونه كياك. هي والله جيت حريت تطري. ابو خالد نحن حين في هالمبنى الضخم الفنان. نعم هذا الشو حين اللي انا اشوفه، هذا اللي اشوفه قدامك منطقه دبي الجنوب بالكامل مقسم الى عده اقسام. هذا مشروع اعمار الجنوب. هذا شوفه، هذا كل اعمار الجنوب، هذا كامل كامل، هاي الأرض كاملة. نعم هاي يسمونها إعمار الجنوب. إعمار الجنوب القسم اللي تونا أعلننا عنه في وين؟ في مكتب إعمار. في وين مكانه هني في هالموقع؟ هناك البقعة هاي اللي هناك. نعم هاك المكان اللي تونا نعلن عنه. نعم أيوة. وهاي اللي عدالها منك هني هاي المدينة التجارية، كل الأبراج الموجودة هني أبراج تجارية ومكاتب. نعم تمام. عندك مدينة الطيران. نعم
ومدينة الشحن. هاي اللي منك هاي مدينة الشحن. مدينة الشحن. هي نعم. نزيد. تمام. واللي في النص مطار آل مكتوم. هذا كله مطار. كله مطار آل مكتوم. هذا أكبر مطار في العالم. لنا ويعني قالوا كل حد يدري. هي نعم. إلا أنا. هي والله. هي والله. سبحان الله. وهناك الزاوية اللي هاي هناك إكسبو 2020 بروح نصور هناك الصوب أحسن. نزيد شعري. صبر خلنا نسير هذا حيل قابط النعمار هاي البقعة كلها تابع الإعمار هذا هذا كله شوفوا اللي يميز ترى إعمار اهتمامها في الرقعة الخضراء الطبيعة شوفوا أنتوا أنا ما يخصني في المشاريع اللي من غير ما عليه شوي خفيف خفيف أو أنكم ما تدرون نزيد شو يميز هذا الخضار الطبيعة الماء الحياة معناته عمار يا إعمار بارك الله فيك تقريبا 60% ماخذ 60% يعني نصيب مطار المكتوم نصيب نصيب مش نصيب الاسد نصيب نصيب الاسود ماخذ مال اربع اسود ماخذ لكن على حله اكبر مطار في العالم ما يبالي كلام شو هالابتسامه يقول والله انا مش عارف انت وين بتجيب الحكي ما شاء الله ما شاء الله تعرف حالك منو؟ إيه عارفه. منو بالله عليك خبرني. هذا المحرزي. محرزي. إيه وهذاك بعد منو؟ هذاك الفلاسي. شوف إبراهيم شوف شوف تبوي مراقب ها شوف العالم كله ياس يصورونك ها ها ربي ما شاء الله عليهم أقواهم ما أقول عنكم شيء مرخصين بصوروا ما شيء مشكلة. مدينة محمد بن راشد للطيران. هاي ابتدوا فيها ولو شو حين؟ إيه ابتدوا فيها وشغالين وفي أشياء جاهزة فيها. نعم. ما شاء الله تبارك الله هذا غير عن عن مطار. مرحبا محمد كيف حالك الله يطول عمرك تسلم ندوب انت على فكره ترى صورناك كنت الحين جالس فوق لا هي والله جزاك الله خير طال والله والريالها خبرني بس يمكن غير نسيت نورتنا يا طويل العمر تشرفت يا طويل العمر انت في وين الحين شو هذا المكان الحين في مؤسسه مدينه دبي للطيران نعم. اسمنا دبي وورد سنتر هذا الاسم الرسمي له نعم وهذا طبعا هذاك منو هذا يا استاذ هذا ابراهيم الماس والله منعم وهذا وهذا عبد اللطيف عبد اللطيف لنا مقرب لنا عبد اللطيف هذا عبد اللطيف اللي الله عاطلنا شويه الطول بيسوي اليوم يا نسيت اسمك شو اسمك الله يعافيك سيف هلا اللي طال عمرك والله مرحبا نعم وانا ابو محمد يا مرحبا يا مرحبا محمد مبسوط في هالمكان نعم طال عمرك الدوم اي والله الله يطول عمرك يعل الفرح ثوبكم وملبوسكم الله يجزاك خير وياكم ان شاء الله طال عمرك سامحنا شرفتني يا ابو محمد يا هلا شيخ ابو خالد شو الشيء اللي يميز دبي الجنوب الحين شوف هاي بقعتنا نحن نعم هاي على فكره اي شيء مال عمار اقول مالي ما ادري ما يعني احس انت ما المهم هاي اعمار نعم واللي عدال هالمدن مدينة التجاريه التجاريه وهذا المطار المطار نعم مدينه الشحن هاي مدينه الشحن مدينه الطيران او مدينه محمد بن راشد الطيران نعم تمام اكسبو 2020 نعم وهناك عندك المدينه السكنيه كل الابراج اللي موجوده هناك ابراج سكنيه نسينا نطالع حل نسينا نطالع المكان تونا كله صورناه وجينا نعم. لين اكسبو هذا المكان نحن ما عرفنا عنه اي شيء هاي المدينه السكنيه كل الأبراج الموجودة في هاي المنطقة أبراج سكنية يعني شقق شقق سكنية شقق سكنية منو له؟ المطورين مختلفين ولدبي الجنوب نفسهم بعد أيوة لكل يعني كلها هذه منطقة دبي الجنوب كلها. يعني هاي دبي ثانية بتستوي دبي ثانية عليك نور أيوة هذا كله متى بيشوف النور كامل ها أبو عمر كامل يا طويل العمر ماشي عندهم واحد اثنين دولتنا كلها تبارك الرحمن دولة الإمارات ماشي قمض برج ماتي في شارع وتلقط نفسه عقب أسبوعين ثلاثة في خلال 24 ساعة يستوي اختلاف جذري اختلاف جذري من حيث البنية التحتية والمشاريع والبناء أبدا قمض برج قالوا في الصين واليابان وأن البناية تأخذ أبوي 60 يوم 70 يوم الحين أبوي عن بكرة أبيه الشيء حلم شفتوا حلم الطيف مرة خطافي هذا هو دبي تبارك الرحمن اللي ييها شيبي يصبح صبي الله يحفظكم سوالف نحن ظاهرين من المشروع هل تشوفونها كلها مباني وأبنية ومشاريع كلها أبوية حق إكسبو 2020 كلها الدنيا هل تشوفونها كلها بتنش بلاد بلاد من يده يديد كأنها حلم حلم قمض هاي كلها أبوي بلاد كاملة وفي دبي شو خليت شو خليت جا
مجموعة جسور ما شيء كثرها، كل شيء بالعظمة. طرق حق القطارات، طرق حق ما ادري شو بلاد بلاد يا ابوك بتنش. لا اله الا الله. انا وين وفي اي مكان وفي اي فريج، معلوم اني في دبي، لكن في اي مكان وفي اي حارة وعند منو يا غير. قبل ما ابتدي الحديث هذا بصور برويكم صورة جواز شخص متوفي الله يغفر له. جماعتنا اللي من ابو ظبي كلهم يعرفون الاغلبيه، لانه طابخ في عرسهم هذا. لكن ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هذا الرجال حياه عبد الله بطي ثاني بالعمى. هذا الاول اللبوقه، ما حد ما يقولون الاسم هذا كامل. منو طابخ في عرسكم بالعمى؟ منو طابخ في عرسكم بالعمى؟ هذا ابوي بالعمى عبد الله. ولبوكت الأول يزقرونه عبود بالعمى، فهذا النكنيم المصقر له الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله، ويسجنه يسكن فسيح جناته. شارك في أفراح 90% من اللي أنا أعرفهم، اللي من أنا جيلي اللي استويت أنا من السبعينات لتاريخ لين سنة 2000 تقريبا، لين سنة 2000 و2000 هي فني نسيت والله على سنة كم هم توفي؟ 2004 ها؟ لين توفى الله يغفر له وهو في مهرة الطبخ والنفخ وعنده عمال من كل بقعة. وشارك في إحياء حفل العديد من أهالي أبو ظبي هاك الأيام، ويطبخون في، كانوا بعد في سويحان ويطبخ في المدينة، يطبخون في ليوة وفي غياثي وفي السلع وفي السمحة وفي العين. كان 90% في أبو ظبي هذاك الوقت. الذين يبون يعرفون أنا في وين وعند منو وبيت منو. أم محمد تعالي يا بالله عليك. سلام عليكم. مشكورة يا أم محمد على هالغداء. الله يطول بعمرك ويخليك. الله يسلم. أنا قلت لكم إن اليوم بي أتغدى عند عرب وما بخبركم منو. هذه أول خبيرة عقارية في دولة الإمارات، سوت البيت وربت العيال، منهم العسكري منهم الخريج ومنهم ما شاء الله اللي قابض في الصفوف الأولى في الذود والدفاع عن هالوطن. هذه الحرمة، هاي سيدة من السيدات الأوائل في دولتنا الحبيبة، هاي أنجبة الرجال ولا يودها شغلها عن 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 تربيتهم، فكافحت وكانت من أول مكافحات. 40 سنة لك الحين في شغل الدلالة في الطابو. تبارك الرحمن. الله يحفظك محمد. أم محمد نعم. أنا مبسوط إني جيت عندك. الله يخليك. ومبسوط إن ضيفتيني في بيتك. هاك الغداء الفنان والترتيب الفنان وشاهدت ما شاء الله هالعيال. الحين منو هذه اللي عدالي؟ هذا أول واحد منو؟ هاي حمد بنتي. والنعم هذا. هاي شيخ بطي. شيخ بطي شيخ. مرة عطيتي مشيخة. وهذاك. هاياك سعيد. والله والنعم. الشيخ سعيد. بعد كل مشيوخ. ما شاء الله. الله يحفظك. عندك منو غير عيال؟ محمد ويمعه. ما شاء الله تبارك الرحمن. أبوهم متوفي. إيه الله يرحمه. آمين آمين آمين. شو كان يشتغل أبو عيالك الأول؟ المستشفى البراحة يشتغل فراش. الحمد لله. هذا كله شغل وكلها مكدة وكل الحمد لله. اللهم لك الحمد. تستاهلين كل خير. الله يخليك إن شاء الله. يفرح فيك البركة. بارك فيك. الحمد لله. شو تبي تفهمي العرب يعني؟ هل إنه حد سمعتي في الدنيا العودة من استويت أنتي في دبي؟ سمعتي حد قبض شغلة الدلالة حرمة؟ لا. قليل يعني. في أول في زلات حريم. هي سيلة الشيخ. هي سيلة بعد سلموت ام رباع الله يرحمها غمد روحها للجنة ونعيمة. حميتي عاشة راع البومي يسمونها. يعني كلهم هاي الثلاث. بعد الحين بعفد واحدة خالدة يسمونها. خالدة؟ خالدة هي بعد ويانا في الدلالة. يعني هاي الأربع حريم. لا من الأوليات أطري. من الأوليات كلهم ماتوا الله يرحمهم. باجي سيلة الشيخ وأنا. شوف انت. ايه الله يعطيك طولة العمر. وياك ان شاء الله. يعطيك طولة العمر. وياك ان شاء الله يبارك فيك ان شاء الله. مبسوطة في الشغلة هذه. الحمد لله. شيء وراها فايدة. ايه الحمد لله. اللي يصبر يقول كل من صبر نال. نعم. ايه نعم. الحمد نعم. لله صابرين تحت حكم ربنا والذي الله بيسوي لنا بنحصل ان شاء الله. الحمد لله كلن يشكر عليك. ايه الحمد لله. الله يخليك ان شاء الله. جميع العرب كلن يدعي طولة العمر.
الناس يقولوا لي حظك شفت ام محمد الحمد لله الموظفات اللي في في الدائره عندكم الحمد لله مال الاراضي والاملاك في دبي ايه نعم. كلهم حاسديني عليك يا حظك يا اسماء تكلمت ما يا حظ ما يذكرونك الا مايا ومايا نعم نعم لا وامس قهرني واحد عدالك شيبي تقول للماء ندوك هاي مايا ام محمد قلت انا ابو تروحك ما شي فيك دروس والله انت وحده من بنات بناته الحمد لله حرب الله تعذوه الحمد لله الحمد لله الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله يبارك فيك ان شاء الله وشكرا على العزيمه وتغدينا هاك مو بعزيمه لا والله فرحت بشوفك يا ام محمد يطرح فيك البركه ويخليك ان شاء الله وياك ان شاء الله مشكوره يا ام محمد شكرا على حسن الضيافه المراد فهمه من زيارتي لام محمد الله يحفظها ان السيده الاماراتيه اشتغلت في جميع المجالات ما شيء مجال حرمه ما دخلت فيه في البيع والشراء في الدكتوره مهندسه خبيره عقاريه لكن بمهنه الدلاله الاولي ترى اللي سمعوه بحينا خبير عقاري وخبير عقاري ترى هو الدلال هو الخبير العقاري ما يباله سربجي ما له شيء يباله كلام ولا يباله صدع وديانة حين عاد عقب الثقافة دلال لا سمونه وسيط عقاري هاي ابوي الوسيط العقاري الأصلية هاي ابوي هاي لكن سبحان الله سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن يعني الله يعطيك طولة العمر يخليك ان شاء الله فرحت اني شفتك الله يخليك احنا فرحنا بيك والله الله يبارك في حياتك ان شاء الله اقدامك مشرف للجنة ونعيم ان شاء الله امين محمد نعم. كيف العيشة الأولية في دبي أيام الوقت قبل 30 أو 40 سنة كيف كنتوا ساكنين؟ قبل في الصنادق جالسين أنتوا روحكم صنادق صنادق في السطوة كنا جالسين انزين عقب قاموا يوزعون بيوت شيخ راشد أعطان صاروا لي رمسوا قالوا عيال فلان بن فلان ما عندهم ترى بيت قال هالبيت أعطوهم يعله الجنة آمين يا كريم وسع لي منازله آمين قال سروا عند حماد بن سوقات في الراشدية أخذوا المفتاح بيت لي خير النساء الله يرحمها أرملة أحمد راعي البوم وبيت لي سالم الله يرحمه نعم أعطونا بيت ويلاتنا فيه الحمد لله الحمد لله بنينا رحنا فيه وسوينا فيه أدلينا فيه ويلاتنا ها في السطوة إيه لا هاي في شعبية الوصل عقب صرنا من السطوة تحولتوا شعبية الوصل وخلاف شو يابكم التوني ترى صاروا لي شيخ راشد لا قالوا عيال فلانة بنت فلان ما عندهم بيت نزيل وجايب محمد وحين في حامل ببطي بعد ما جابتنا كنا وعطوا البيت هذا وحنتوا كم ادمي في هالبيت نحن او في هالبيت عندنا الحين ساكنين هنا هنا الحين نحن كم واحد ما شاء الله سبعة ما شاء الله كم حجره في ثلاث حجار وميلس الميله سوينا حجره الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ام محمد الله يرزقكم ان شاء الله من فضله ويعطيك ان شاء الله ويرزقك من حيث لا تعلمين امين يا كريم صابر وكل شيء بيت زين الحمد لله الانسان ما يبلى الستر ستر الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد جزاك الله خير شايف الخاطر ام محمد طول عمرك يا مشكوره على حسن الضيافه الله يخليك شامبي شو سويت شامبي؟ هذا شوف الحين ما يظهر خارج هذا ما خارج هذا خليه شويه يروح لي ايوه هذا ترتيب ابوي شامبي ها شوف شامبي ظهر ابوي فادح حي سوى هالترتيب رقم واحد ما شاء الله عليك يا شامبي وترتيب شامبي ما شاء الله عليه مثل ما تشوفون شامبي ها بريح سوى كل شيء فنان لكن هذه شوف هذه لازم وينك؟ نفرات؟ لا هذا ها هذا واحد دفر هذا نفر وهذاك واحد دسويه من ناكي عاد هاك هاك الفنان دسويه تعال احلى واحد هذا احلى واحد فيهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وانتم ايراننا ولا وين ساكنين؟ ايرانكم نعم والله دوم خطف على البيت اشوف المظلات قلت له هذا بس هو بيت الخالدي قال لا مو هو شارطني منو هذا نفرات؟ والله اليوم انا اشوف هذا اول ما لا كل يوم بتشوفنا الحين سووا لنا هنيك هو شايب ابرز عندك حاضرين الله يطول عمرك حاضرين ايه شامبي هذا الاجر على الله ايه يا رك الله يا محمد كيف حالكم شباب؟ الحين من وانت الله يحفظك؟ ولد علي بالعاجر والله والنعم وهذاك الرجال هذا عبد الله الهيري والنعم وهذا الفنان خويه والله مليون والنعم احمد خويه بعد وهذا غليظ غليظ احمد
احمد احمد مر الحب الله يرحمه قال شوف ها كلهم ابوي ها الناس كلهم شباب مثلكم شرواكم عيال عرب وناس وقبائل لكن ابوي ما تفلسفوا قالوا نحن ابوي من بونا نعرف لا استفدت من الطريقه ولا لا اللي هي اي طريقه دهن عوطه عمرك والخلطات والمسك ودهنها بالعقال ورقم واحد وغدا فنا ولا لا ورقم واحد اي والله ها ايش رايك بالطريقه خليهم تروحوا اصبر لا تروحوا ما شاء الله عليكم اي والله الناس حد منهم يعلقون قالوا والله نحن من استوينا نعرف هالخدمه زين عرفها منو درابها يوم انت تعرف يوم تعرف قول بس عليك اي والله ما يقولون ما يقولون شكرا ما يقولون جزاك الله خير ها ناس يسمونهم بيعاريه بيعاري والله يسمونه بيعاري هاي يوم ما يلقط حد عايري عاير عمره زين ابوك حق لك شن ما يبغى طيب غازلونه شوف انت ما اقول عنك شيء زين الحين جيت لا قلنا احنا بناخذ خبره منك ما واحينا الزراعه قلنا شفنا هالشيء سهل وين ودروك شو حينه كل شيء زين الحمد لله ايه خليه بالطابوق ايه ما يخصني ها شغلك انت وانت تدبر عمرك ما تكلمنا عن موضوع الله يحفظكم البيوت الأول يوم كنا في السبعينات والثمانينات والستينات الستينات شيء طبيعي مش أنا اللي قبلي لكن في السبعينات والثمانينات أنا لحقت روحي وعلى ما شفت قلنا لكم يتثمين مرة ومرتين وثلاث وحد زادوا مرة وحد مرتين وحد ثلاث على حسب الدفعة المراد إن اللي بغيت أخبركم عنه الأول البيوت مثلا هذا البيت الشعبي هذا البيت الشعبي زين الناس تكون ساكن هني طرف هذا او في الطرف هذا ساكن في النص هذا مدخل البيت هني شيء غرفتين ومني غرفتين ومني شيء غرفتين ومني غرفتين ومني غرفتين ومني غرفه ومني غرفه هاي الغرف اللي خاري دور مدار الحويل ها كلهن متجورات المواطن او كلنا يعني كل هالبيوت ابهاتنا وعمامنا وخوالنا كلهم مجرين ابيه الناس أنا ما أعرف حد هو عندنا في مدينة زايد ما بمجر إلا كان نسبة ضئيلة لا تعد رقم بسيط لا يذكر من الناس اللي ما مسوين أجار في طرف بيتهم 99 أو 98% من البيوت اللي في دارة المياه والمحارب وبارهوز مدينة زايد والخالدية كلهم أبوي مجرين وياسين في طرف البيوت ياسين في البيت ومجرين أطرافه دور ما داره غرفة وصالة غرفة غرفة وصالة غرفتين حق هنود وحق دخاتر وحق مدرسين وحق سودانيين وعوائل ومن كل نمونه المراد ناس والدخل مال البيت هذا راعي البيت يعيش به عياله وبيته وساد حاله وميلس وبيته كامل مستده العرب من دخل اطراف البيوت فيوم استوى التعويض الله يحفظكم حياة زايد امره كان واضح كل مواطن لازم يكون عنده غير السكن تجاري وصناعي وزراعي فاللي ما عنده وكان اعتماده الكلي على أطراف بيته ولمجرنه من غير معاشه شيء طبيعي تصرف الأرض تجارية وكانت تبنيها دارة الشيخ خليفة للمباني التجارية بدون فوائد يبنون 10 أدوار وعشرين وثلاثين دور هذا الكلام من سنة الثمانينات إلى يومكم هذا اللهم لك الحمد تمويل كامل بدون فوائد ما شيء فائدة ولا بيزة يعطون الثلث حق المواطن والثلثين يقصون للدائرة تربانية بميات الملايين ما بيوبلون انزين فلذلك كانت الوادم عايشه الحمد لله واللي عنده المزرعه عايش من النخال ومن التسويق ومن الدنيا ومن بيع البيليان عيش قلنا لكم ما حد عايشنها والله اللهم لك الحمد فالحمد لله حبل لها الشي وبيته وعطوه التعويض والسكن لا عطوه ابوي التعويض وسكن وغير ابوي السكن عطوه تجاري اسب يعيش هو وعياله هذا كل الامر ظاهر من حياه زايده لها الجنه بس بغيت أذكركم من اليوم ساعة ما كملت السالفة وكلنا سأل عندكم وليد زرعوني وما وحالي أكمل وبس يلا بس عليكم أوبن أيوة هذه افتتاحية أول فيفاي من الفيفاي
اللي يا الله يا الله يا الله يا اوبن اول اوف ات اول اول واي يو اوبن اونلي هاف اكزاكتلي ذا هاف هاف لايك ذات يس يلا 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 ايوه 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 ما شاء الله تبارك الرحمن ايوه هذا الفي فاي اللي خبرناكم عنه هذا الانتاج الجديد مال السنه هذا الانتاج مال السنه شوف اللون الزعفراني اللي يبدا تبارك الرحمن ما شاء الله This is for me. يلا أيوه. Thank you دواركا. Thank you. يلا أنا بتش مدمنة تتنافضين بكبرك. وس شو اسمه دراكس. دراكس. How are you? يا ربي. خلاص. منك فكرة ومني فكرة وخلنا نبني لبكرة. هاي بوي أغنية. كلنا غناها ونرويكم أبوي أنت أجيب المنتج ونحن أبوي بنطالعه وبنعرضه بنرويكم وهذا أبوي منك فكرة ومني فكرة وخلنا نبني لبكرة يعني قبل ما كانت الأفكار هاي موجودة أول بادي في قويطيات وقبل ما أدري كيف وقبل ما أدري وكل يوم يطلع ناتج جديد وكل يوم يطلع شيء جديد وكل يوم تطلع فكرة جديدة وكل يوم يطلع آدر جديد وكل يوم يطلع شيء جديد وكلها أفضال وكلها نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى بس اللهم أنك أنت احترج تلحلح سوي لك بصرة تحركي وادري عنك الخمالة وادري عنك اليلسة رب العالمين بيطرح البركة من تبتدين أنت الخطوة الأولى لا وكله بغنج وكله ببزة وكله بأناسها ما تلقط نوع يشابه ربيعه ما تلقط شيء شرات الثاني كل شيء فنان ومرتب وها ها زوين هذا شرات السح والشامي شيء أبيض وشيء أسود وشيء بني وشيء أشكال ها هاي شيء اسمه مفروطة وشيء اسمه مقروطة شيء أسامي روع كل يسمي على هواه هذا نوع وهذا هذا نوع آخر تعرفون هذا شو هاللي داخل الترسح ودديب ماشي شراته زين وهذا بعد هذا بعد نوع من أنواع البسكوت وهذا نوع من أنواع بسكوت مقرمش بشوكلت وهذا نوع من أنواع غريبه وفي فستق وهذا يعني شو أقول لكم أشياء فنانة هذا عيبني أكثر شيء كل زينات ها في شرط طعم الجرفة غاوي فنان والله شيء منها بعد هذا ربي كم بطعم من هذا كله بهلك داب داب ما ما حد الحين كم تحطه في اللثم يعني مرة يذوب ما يختفي هذا اللي فيه طعم السح هذا روحه عجوبة هي والله والله إنه كله فنان يا ربي والله إني أبوك فنان كل شيء فنان يبقى اجتهاد ويبقى حركة وكل شيء بيمشي الشقر غاوي فنان غريشات غاوية وترتيبها زين وفنان ونظيف وإن شاء الله الناس على فكرة هاي مناشدة لجميع التاجرات تبين أبوي ترتيب كان يمشي وشغل كان يمشي نزلنا السعر نزلنا السعر ورب العالمين بيسر البركة بيسر الأمور وبتيكم البركة البركة أبوي قاطور قاطور جليل دائم ولا كثيرا منقطع قليلا دائم ولا كثيرا منقطع قطرة قطرة يظول غدير هي نعم بروري بوي لادمي يروف بالترب عنها مستهلكين الجماعة هالرمش حق التاجرات اللي يخدمون ويشتغلن تبين شغل كان يمشي خفض الأسعار اطلبن الشيء المعقول شغل هالحرمة هاي مميز وفنان هو والله يرزقها ان شاء الله بنحط لكم ابوي العنوان والانستغرام وطالعوا اللي يبقى بيطلب روحه وسعرها موافق وزين ما بغالي ولا ببلاش زين والشغل الفنان والسعر المناسب والكلام الطيب والابتسامه وقت البيع ترى اللي ما يبتسم وهو يبيع ما تمشي سلعته لازم الابتسامه والطيب آية بالطبيب والكلمة الطيبة تظهر الغول من السرب يلا بارك الله فيكم
الحين الله يحفظكم ساير أنا الجيم، لكن قبل ما أصير الجيم ترخيص ثم الترخيص ثم مراعاة أبوي المستهلك ثم تظهرون ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية. اللي ما عندها ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لا تندب لأي منتج، لو بتعطيني وزي قنطار ذهب لازم يكون أبوي عندها ترخيص، بدون ترخيص ليس قبول. لا تقول ما قلت لكم تهيست قبل، والحمد لله رب العالمين، رب العالمين قدرني وتشجعت ودرت عني الكسل، والحمد لله جيت الجيم قريب اخلص الحين ان شاء الله. بشيركم الجيم شبه ممزور، شبه ما شيء زود، عرفتي في شيء بسيط يعني، فالحمد لله انه يعني يعني في حركه. ابغض ما يكون عندي الجيم يوم ما في حد، يلا يجنينوني، ابغض حتى التمرين.